حيا الله ابو ناصر. هلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله يا حبيبي. كل شيء زين؟ الحمد لله. الجمهور الرياضي ليش يزعل عليك دايم؟ رضا الناس غير لا تدرك. يهمك رضاهم؟ طيب، يهمني انهم يكونوا مبسوطين، ويهمني اني اقدم لهم افضل شغل ممكن. تتحرك في كل اتجاه مع كل الأندية، في دعم واضح ملموس، بس في ناس يقولون انك يعني انت ما تدفع شيء من عندك، هذا من الحكومة، انت وش رايك؟ اكيد كل شيء من الحكومة. انا ما قد حطيت ريال في جيبي في المجال الرياضي الا لما كنت في عضو شرف وفي التعاون قبل ما امسك منصبي. كل شيء من الحكومة اكيد، يعني هذا شيء واضح هذا بالنسبة لي. وكل الدعم اللي انا قاعد اقدمه يكون في مصلحة. قطع قبل شوي تكلم تقول ما قد دفعت شيء من جيبي لأيام التعاون، بس ايه الله يعز الحكومة، الله يعز سيدي الأمير محمد بن سلمان ما قصر مع هيئة الرياضة في شيء. ليش طيب اللي صار بالأمس تحدي، خلينا ناخذ آخر شيء أمس أو اليومين الأخيرة، كان في يعني هاشتاج من جماهير نادي النصر وأنه أنت ضد النصر وأنه أنت تقف عائق أمام بعض استحقاقاتهم أو بعض حقوقهم ومفاوضات، وش اللي صاير؟ هذا الكلام لا يمت للواقع بسلام. أول شيء أنا من مصلحتي أني أخسر جمهور كبير أو أني أثر على مسيرة فريق زي فريق النصر. أنا هدفي أن الدوري السعودي يطلع من أفضل 10 دوريات في العالم، قلت هالكلام من كم يوم. مو من مصلحتي أبدا أني أزعل النصراويين أو أوقف ضدهم. نكمل. طيب النصراويين ما تبي توقف ضدهم؟ من أكثر الفرق اللي دعمتها في الفترة الأخيرة فريق النصر، لا في قضايا، لا في سقاط، طائرة قادسية، لا في لعيبة أجانب. سلمان المالك نفسه يعرف أنه أكثر واحد وقف معاه أنا، أو يعني بالأصح لم يقف معاه إلا أنا والأمير خالد بن فهد الله يطول في عمره لما جدد اللاعبين، لكن الباقي كلها من هيئة الرياضة. وهذا الصح، لأن الرجال أنا اللي مكلفة، إذا ما وقفت مع الرجال وأنا مكلفة فيعني ما في خير فيني. قد أكون طلعت شوي عن طوري أو أعصابي أو أحد فهم الموضوع غلط لما كلمت سلمان. لا أبدا لا أقصد إهانة ولا، يعني سلمان أخو عزيز وهو عارف هالشيء. طيب يعني ما في بينك وبين سلمان مالك أي شيء؟ لا ما في أي شيء، أنا اللي ضايقني بس أنه يمكن خانة التعبير طريقة طرح الموضوع، يعني مما يعني قد يسبب سوء فهم عن جمهور النصر أن هيئة الرياضة تقف ضد جمهور النصر، وهذا غير صحيح. حتى في اللاعب التونسي، في اللاعب التونسي أنا حققت الموضوع واكتشفت أن الأهلي مفاوض بالتواريخ قبل النصر، فعشان كذا قلت ميت سلمان انسحب من الصفقة، يعني عرفت اللي ولا تقربوا الصلاة. لما ناخذ الموضوع ولا تقربوا الصلاة تتفسر تفسير ثاني، وضح عشان ميثاق الشرف، ولك علي اني ادعمك في اللاعب اللي انت تبغى تشوفه تبغى تجيبه، وهذا اللي حصل. فليش تذكر اللي كان قصدي في الموضوع؟ حيستمر الدعم لكل الانديه والنصر تحديدا؟ اكيد اكيد، واخوي سعود السويلم ما هو مقصر. سعود وقفنا عند سعود السويلم. سعود السويلم اخوي شغال صح. انا ماني فاهم جمهور النصر الان، الموسم انتهى، اصبروا على الرجال شوي، صار شهر 6 راح يبان لكم الموضوع. انا اعرف انه قاعد يتفاوض مع ناس ثقال وشغال على عده اتجاهات. سعود ما شاء الله يعني الى الان حاط مبلغ طيب في نادي النصر وموفر رعايات، وراح يجيب تمويل لنادي النصر، وهو نفسه يعني عنده القدره الماليه انه يدعم في نادي النصر. اصبروا عليه شوي، هو نواف المقيل مطمن، يعني مطمن سعود يفهم في الكوره، ونوعية اللعيبة اللي قاعد يتفاوض معاهم تبين لك أن موسم النصر السنة الجاية موسم كبير. بقية الأندية، كل الأندية أنا مهتمين فيها، الاتحاد مهتمين فيها، الاتحاد لم يحصل على تجديد أجانب.
مكمل مع الاتحاد ابو ناصر. الاتحاد ما حصل على دعم السنه اللي فاتت في اللعيبه الاجانب اللي كان موقوف، فاكيد انه ما راح ننسى الموضوع هذا. ايضا الفرق الصاعده زي الحزم وزي الوحده زي ما صرحت كثير اني راح اهتم فيه لانه عنده قاعده جماهيريه. الاتفاق، قادسيه، الشباب، كل الانديه راح تحصل على الفتح، احد، الرائد والتعاون، كل الانديه راح تحصل على الدعم. الاهلي الان مدرب كبير وماجد شغال على محترفين على مستوى عالي وعنده ناشئين مطلعهم وشباب، يعني في حراك مع القوانين الجديده. تابع كل التفاصيل يا ابو ناصر. اي اكيد، لاني عندي هدف ان الدوري يحقق الاهداف اللي نحن نبغاها. متفائل الموسم الجاي ان عندنا دوري قوي؟ يا رب يا رب، دعم سيدي الامير محمد بن سلمان ان شاء الله. الدعم الحكومي اللي تجده هيئه الرياضه في عهدك كبير جدا، ايش رايك؟ الحمد لله، سيدي الامير محمد بن سلمان مو مقصر معنا، مو مقصر مع كل القطاعات الحكوميه، والحمد لله انا ما قد يعني طلبت من سموه اي دعم الا اعطاني اياه وزياده الحمد لله لما في مصلحه الشباب السعودي. كره قدم بس ولا كل شيء؟ والله هو دائما يهوشني ويبغاني اركز على الرياضات الاخرى، يبغاني اركز ويقول لي لا تركز على كره القدم بس، وهو مهتم بكل يعني كل الاتحادات، ونفسه ان الاتحادات تزيد وان الرياضه تنتشر في المملكه العربيه السعوديه. ايش مدى رضاه؟ والله عسى ان نلحق جزء بسيط من رضاه اللي قدمه لنا، مهما نوفي هذا الرجل يعني ما نقدر يعني نوفيه لو جزء بسيط من رضاه. يعني يا رب يا رب انه نبيض وجهنا قدامه. اخيرا ابو ناصر، ايش تبي تقول للجمهور؟ بقول للجمهور رضاكم صعب، ويا ليت نركز الفترة الحالية على المنتخب ونقف كلنا خلف المنتخب، وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية، وإن شاء الله الموسم القادم يكون الدوري إن شاء الله على مستوى التطلعات إن شاء الله في كل الأصعدة. سامحوني أنا دائما أقصر، واللي ما يخطئ ما يشتغل، لكن ثقوا في شيء واحد اني والله انظر للجميع نظره سواسيه، وامنيتي رفعت الكره السعوديه. موفق ابو ناصر، شكرا لك على هالسنابات، معلش اقتحمنا خصوصيتي لكن عاد قلبك كبير يعني، والجمهور يستاهل. شكرا لك.